مشاهدينا الكرام ونشوف مع بعض تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده. وافكركم ده تاني بالسؤال: بعد تظاهرات قريه 100 سلسيل بالامس، لماذا تبرئ الدوله المسؤولين وتتهم الاب بقتل ابنائه؟ نشوف حضراتكم قلتوا ايه. رايات الحق بتقول: ان لله، انا والله مش عارفه اصدق مين، بس هو مرتاح ماديا، مش عارف ايه، مستحيل يقتلهم. وفي بقى مش مرتاح، او بمعنى اصح بخيل، بيتمنى ابنه يموت علشان مش يصرف عليه نفقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، دنيا العجايب. دعاء بتقول: في نظام، في نظام بلحه كل شيء مقلوب، والفساد هو السائد، القمع والتزوير والقتل سمه في الانقلاب. ساره مراد بتقول: انا بصراحه مش مقتنعه انه قتل ابنائه، ربنا يصبر امهم، بس بالنسبه للدوله ده المنتظر منهم. ام مريم بتقول: ده مش جديد عليهم، القاتل دايما بيطلع بريء، والبريء بيكون هو القاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حنك حق يا ام مريم. خديجه بتقول: لان مصر بيحكمها عصابات مافيا العسكر، سلاح ومخدرات واعضاء بشريه، فلازم طبعا الاب يعترف على نفسه تحت التهديد، والتصفيات تبقى انتحار، لنا الله يا شعب مصر، اللهم ثوره. خدوج بتقول: في راس خايفينها تظهر، فبيضحوا بالاب، وطبعا دي سياسه السيسي وعصابته، القوي يفلت والضعيف يتورط، حسبنا الله ونعم الوكيل، وده اللي قلناه تقريبا يا خدوج. محمد المصري بيقول: النظام ده نظام فاجر، ولن ينال الشعب القمع والاهانه، وان شاء الله دي شراره ثوره وقريب، يا رب يا محمد، ونقول كلنا اللهم ثوره. احمد حسين بيقول: العسكر عايز يثبت للشعب انه شعب همجي ومتخلف وقاتل، واحمدوا ربنا اننا وافقنا نحكمكم، يسقط حكم العسكر. من احب النداءات والهتافات الى قلبي: يسقط حكم العسكر. هحاول انهي دايما حلقتي معاكم باللهم ثوره ويسقط حكم العسكر. كده حلقتنا انتهت مشاهدينا الكرام، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم اذا قدر لنا الله عز وجل البقاء، سيكون هناك باذن الله لقاء. الى هذا اللقاء دمتم في امان الله.